وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أحرص الناس على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أخوف الناس أن يمس رسول الله أذى أو أن يوصل إليه بسوء. فكان رضي الله عنه وأرضاه حينما ذهب مع نبينا عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى غار ثور يمشي مرة أمامه ومرة خلفه، يمشي مرة بين يديه ومرة من خلفه، حتى أنه سأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إذا كان شيء ينزل تريد أن يكون بك دوني؟ قال: نعم يا رسول الله، إني أذكر الطلب فأمشي خلفك، وأذكر الرصد فأمشي أمامك. كل هذا وهو يريد أن يحافظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حياته الشريفة. فلما بلغ الغار دخل أبو بكر يستبرئ هذا الغار، أي يبحث عن بعض الهوام فيه، ينظفه، يعده ويهيئه حتى يكون كنفا وموطئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل دخل أبو بكر وجعل يمهد هذا الموضع وينظفه حتى يكون مناسبا وملائما لنبينا عليه الصلاة والسلام. فدخل أبو بكر ثم نسي موضعا لم يعده ولم يهيئه، فلهذا أمر النبي أن يخرج مرة أخرى عليه الصلاة والسلام، ثم دخل أبو بكر فأعد هذا الموضع أيضا في هذا الغار، ثم دخل جميعا أي النبي وصاحبه، واختبأ في هذا الموضع من قريش حتى اكتملت المدة وانتهت هذه المهلة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم موعدا يأتيهما فيه عامر ابن فهيرة أو عبد الله ابن أريقط، هذا الدليل، الذي كان يركب خلف أبي بكر أردفه أبو بكر، وكان يمشيان أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يركب الراحلة الأخرى ويمشي وراءهما صلى الله عليه وسلم. كان هذا كله عبارة عن حماية وحياطة وصيانة لنبينا عليه الصلاة والسلام من قبل صديق هذه الأمة أبي بكر رضي الله عنه، فرضي الله عنه وأرضاه جزاء ما حمى رسول الله، وجزاء ما فدى رسول الله، وجزاء ما قدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللإسلام من تضحيات، فرضي الله عنه ورحمه وجعل الجنة مثوانا ومثواه ومأوانا ومأواه.